السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. اليوم راح نكمل كوزي آيلاند إن شاء الله، نبدأ على بركة الله. وآخر مرة بدينا المدخنة مالت البيت، شايفين بدأ تبدي يعني ملامح البيت تظهر. هاي المدخنة شالوها، فاليوم نشوف شنو مطلوب وشنو راح ينطينا، يعني شنو راح يبني بالبيت. اول طلبين متحققين، الصخر والخشب. الورود يريد 6، ندور له 6 ورود. هاي سهلة، ورود هاي 2، وهاي 3. لا بتكون مو أغصان، أخيرا خصني يلا. أخذنا الورود، طبعا في مشن ثانوي وفي مشن، هذا المشن الثانوي ومشن أصلي. هذا المشن الثانوي على مود ناخذ التول بوكس، بقت الورقة. طيب أروح أجيب الورقة، والله ما ادري شنو هاي، تبين ورقة. ورقة ناخذها من ده، من هذا المعمل، شايفينها. فادوس عليها اضغط واقول لك كرييت، اريد 600، اريد 2 كريستال، اريد 1 حجر اسود. لو ادفع 600، حجر اسود 2، دو شو اسمه يريد، يعني يا اسوي الحجر الاسود 2 وهاي اسويهم سوايه، يا ادفع 600 وافتك على طول. زين اذا دست على الحجر الاسود راح اقول لي 3 جذوع خشب يريد، فاقول لك كرييت ما يخالف. جهز الحجر الاسود، شايفين، اقول لك كوليكت. طيب جمعنا الحجر الأسود، نروح على الورقة نرجع، شايفين موجود. الماس 2 يريد، أشوف الماس، لا هذا مو هو الحجر، الماس العادي يريده. فأروح أسوي، أقول لك كرييت. الآن صار 360 أقل، بس ما راح اضيع ذهباتي يعني. انا راح اروح ادور ماس، المعول عندي ايه، هاي وحده وهاي اعتقد ثانيه، ايه، وارجع. الورقه شايفين كم تسينهم، فاقول لك كرييت. ننتظر دقيقة ونص على ما يخلص ونرجع. خلصنا عن الحجر الورقة، أقول لك كوليكت. أرجع للطلب الرئيسي مالي أشوفه كمل ولا لا. هذا مال الطابوقة، الطلب الثاني اي هذا كمل، شايفين شلون كمل. اروح اسوي باركينج، اعقد صفقة ويا التاجر واخذ الصندوق وفلوس. طيب اروح للتاجر، ازيك يا عمنا، شايفين اجمع فلوسي واسوي الباركينج وياه. خذيت واحد من الصناديق، اقول لك كولكت، ارجع اكمل. بلت هاي يريدني ابنيها، شريد هذا صندوقين، اخذ صندوق واحد انا. خلي هاي، خلي اكمل الصندوق الثاني.
خلال 5 ثواني يجيب الطلب الثاني. ثانية، طيب الطلب الثاني صندوق مال حجر كوارتز وورود وخشب وأعشاب. أعشاب عندي، خشب عندي مغطيها. الورود وين ناخذها؟ ناخذها أعتقد من هذا. أي شايفين الورود؟ أجمع 3 ورود وأسوي هاي شو اسمه، خل أجمع له 3 ورود. هذا طلب سهل، يعني اللعبة سهلة واضحة تراوالي. هاي وردة، ثانية، وهاي الثالثة. جمع 3 ورود. إذا كملت أقول لك كرييت، راح يسويها ما طول الحقيقة، 6 ثواني خذها. طيب شوف شنو بعد بالميشن باقي. مو هذا الثاني، الورود كملت، الخشب كامل، بس هذا الكوارتز بالصندوق هذا جيبه منها. وين هذا هو؟ بس عليه صخر عندي، بس صخر طويل يريد، فأدوس على الصخر الطويل أقول لك كرييت. ما عندي صخر، هذا راح يطول دقيقة دقيقة وارجع لكم. ورجعنا لكم، سويناها، ناخذها الآن. نشوف هاي عندي حجر وعندي صخر، فأقول لك كرييت. ايضا دقيقتين وارجع لكم. ورجعنا لكم، اقول لك كوليكت. الان راح اشوف الطلب مالي الرئيسي الثانوي. الرئيسي حتى نكمل الرئيسي ونبني لنا شغلة بالبيت اليوم. هذا الرئيسي، هذا الثانوي كمل شايفينه. فراح اسوي باركينج، هتاخذ الصندوق الثاني مال العده. فينك يا عمنا؟ اقول اكستشينج اكستشينج اكستشينج، واخذ كولكت الصندوق الثاني. الان اروح للمشي الرئيسي، عندي صندوقين صار، راح ارجع ب 23 ثانية. طبعا هاي الفترة 23 ثانية أو 25 ثانية، ربع دقيقة، يعني التاجر يودي الغراض ويرجع على ما يوديها ويرجع. شايفين نزل مشين ثاني. كم صندوق عنده هذا؟ بس بعدنا نريد المشين ذاك الرئيسي. نبني لنا شغلة في البيت. هذا لعبنا طلبين مال المكافأة الحقيقة، وهذا طلب البيت، طلب بنيان البيت شايفينه. عشان من الجدار الأيسر هذا الطلبات، صندوقين أخذناهم، لعبنا المشينات مال الفلوس حصلنا على الصندوقين، لأن هي أصعب طلب هذا الصندوقين. فناخذ الطين بعد، الطين والخشب والحجر.
خشب. أعطيني شهد. 2 × 1 × 2. ناخذ الخشب من جارة قريبة. هذا الخشب اللي اريده. اقول لك كريت كم الخشب ناخذ. نقول لك كولكت. اروح على الطين. اعتقد الطين هنا. لا مو هنا. الطين والحجر الاثنين هم هنا. خلينا ناخذ الحجر. اقول لك كريت. شايفين كولكت. هو طالب 2. اقول اسوي 1 ثاني الى واقول لك كولكت. الطين ما ادري منين اخذته اخر مرة، عشان اعرف الطين منين اخذه. ادوس على هاي وادوس على الطين. يقول obtained by mining rocks with a pixel. يقول بالتعدين، تعدين الصخر بالبكسل. بكسل انا ما عندي، فراح اشتري واحد. شباب اروح اشتري واحد من شوب. شوب عندي بكسل، راح اسوي اروح بكسل وياي فلش الصخر. ادور على الطين، ماكو طين، صخر مجرد صخر. هذا لازم نشوف الصخرة هاي اذا فيها طين. ماكو طين. ايه طلعت وحدة طين، اخذها. بعد وحدة اريد شوف هاي ما فيها طين، هاي مبينة. شوف هاي الكبيرة هاي طينة. واروح ارجع للبيت. خلص المهمة. الآن أشوف المشنن. كمل. أقول له بيلد يعني ابني، راح يبني سياج الأيسر. شايفين كمل السياج الأيسر. خلينا نشوف المشنن الجاي. شباك ما أدري وين موقع الشباك صراحة، راح نشوفها بالمشن الجاي ان شاء الله. ابقوا معي وتعرفون وين موقع الشباك ان شاء الله راح يكون. الان استودعكم الله حبايبي، الى لقاء جديد، في امان الله.